good morning. My name is Lais. I'm from school Baghdad College. I went to grade 5 and I love being successful and I want to be a doctor. صباح الخير، اسمي ليس زياد، أني من مدرسة كلية بغداد، رحت للصف الخامس. أحب أصير متفوق وأريد أصير دكتور مستقبلي هذا. وأني من كنت صغير كانت موهبتي اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية هي لغتي المفضلة اللي أنا تعلمتها من كنت صغير. كنت دائما أتابع كرتونات إنجليزية ومسلسلات. أني أول قصة اشتروا لي هو Big Book of Val Best Stories. اللي عجبني بي ما لي أعلم لك عن الكرامة واللطف والمثابرة وبعض الشغلات. Kindness، اللطف. Being kind is to do good things that help people and bring them joy. بأن تكون لطيفا هو أن تفعل أشياء جيدة لمساعدة الناس وإحضار لهم السعادة. There are many ways to be kind. هناك كثير من الطرق لتكون كريما لطيفا. Helping mommy do the dishes is an act of kindness. أن تساعد أمك في غسل الصحن هو من عمل اللطف. القصص الأخرى اللي قريتها هي The Wolf and the Seven Little Kids. والقصة اللي قريتها هي When Hippo Gets Angry. وهاي أهم For the Love of Nausicaa. هاي القصص كلهن طورتني باللغة الإنجليزية. المعلمة تقول لي التخوش من الطالب الأكثر متفوق بالإنجليزي عندي. أنا بالمستقبل أريد أصير دكتور حتى أساعد الناس وأطيبهم حتى يشعرون بالراحة. كلمة شكري أوجهها لمعلمتي وأمي ووالدتي، هم اللي شجعوني بالدراسة ودخلوني معهد وتحسنت لغتي بالإنجليزية.